العقم عند الرجال موضوع منتشر جدا، حوالي 10% من الرجال يعانون من مشكلة العقم عندهم. هلا سبب العقم اللي احنا بندرسه هو ان الرجل يكون عنده مشكلة في عدد الحيوانات النووية التي يفرزها في القذف. اذا كانت المشكلة من الرجل فاحنا المركز المتخصص في تشخيص سبب ضعف الرجل في الانجاب. هلا كيف من نعرف انه ان كان هناك حيوانات نوويه داخل الخصيه او مش موجود حيوانات نوويه داخل الخصيه؟ الطريقه المتقدمه التي نتبعها والتي يتبعها كثير من المراكز المتقدمه في العالم هي اخذ عينه عن طريق الابره. بسم الله. يعني ما بنحتاج ان نفتح الخصية بعملية جراحية حتى نعرف اذا كانت المريض يعاني من فشل في الخصية في انتاج حيوانات نووية او لا. فبنقوم بخدر تخدير موضعي، هذا التخدير الموضعي يقوم بتخدير العصب المؤدي الى الخصية، وبالتالي ناخذ 12 عينة من الخصية من مواقع محددة. السبب ان بناخذ 12 عينه مش عينه او عينتين، لانه الخصيه حقيقه مختلفه الانتاج من مكان لمكان، فيجب ان نعرف اي اماكن في الخصيه، هل هو المكان العلوي اللي بينتج او المكان السفلي، المكان المتوسط، اي مكان بينتج حيوانات نوويه. فاذا عرفنا المكان اللي بينتج فيه الخصيه حيوانات نوويه عن طريق الابره، فاننا نرجع مره ثانيه في وقت تلقيح البويضه في حال الطفل الانبوب، وناخذ من هذا المكان بالذات حيوانات نوويه كافيه لتلقيح البويضات في معمل الطفل الانبوب وارجاع الطفل الانبوب الى المراه حتى تستطيع ان تنجب باذن الله.